أشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك تعريف المقامات العربية. فالمرجو منكم السبسكرايب واللايك والشير وإضافة تعليقاتكم واقتراحاتكم. فاليوم غادي نتعرفوا على أغنية جميلة جدا للمرحوم الشاب حسني وبطلب من العديد من المشتركين، وهي أغنية راني نادم على الأيام. أولا أغنية راني نادم على الأيام للمرحوم الشاب حسني هي رست على الضوء، وممكن عزفها رست على الفاء أو على الري أو غير ذلك، فقط حسب الطبقات الصوتية لكل مغني. فرست على الضوء يبدأ من ضوء، ورست على الضوء يكون الربع تون في المي والسي، يكون الربع تون في المي والسي، وكما مر السي بيمول فقط ما مر هذا. نأخذ إيقاع علاوي راي سنتيمونتال على سرعة 80، ثم نبدأ بالمقدمة. نبدا باختصار عن اغنيه راني نادم على الايام. الان غناخذوا السولو في السولو. طبعا كنبداو بالمقدمه وهي على الشكل التالي، من ري ثم كندخلوا للسولو، فقط كانت هذه نبدا مختصره عن اغنيه راني نادم على الايام للمرحوم الشاب حسني. فاتمنى لكم الاستفاده، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.